أيام حلوة جمعتنا في أرض المعارض بمعرض العطور، استمتعنا كثير بهالجمعة الحلوة. نتمنى تكونون أنتم بعد استمتعتوا، ونشوفكم على خير بالمعرض الجاي إن شاء الله. معرض العطور هالسنة كانت أجواء وايد غير، كل يوم كان مثل احتفالية، الناس حضورهم تفاعلهم الإقبال على العطور كان شيء وايد حلو. شكرا لكل من حضر وتعنا لنا اليوم وهالأسبوع كله في معرض العطور، والقادم أكيد أجمل مع بوتيكات. Love you.